حياه المشاهير. على قناة حياة المشاهير. تصور معه؟ هلا؟ تصور معه؟ لا فيزياء. هنا يا جماعة الخير جاتنا تعتيمة العيد قبل العيد. ما نسموها تعتيمة، هو هذه الأشياء اللي متعودين عليها في العيد، في الفطور العيد كده حيسهلوا لكم الموضوع، مو كل واحد يطبخ وهذا في العيد، ريحوا بالكم. تقليبات بصراحة زيادة. استنى في زعتر هنا، دحين حجهز لكم الموضوع واجيكم. هنا خلينا نبدأ باللبنة، ايش نحط عليها؟ شوية الدقة. دقة زعتر. دقة زعتر. دقة. شفت دائما اقول لك لا تفتي، لا لا تحط مربى، انت كلها بالمربى كده تسوي. الله 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 الله. بعدين هنا عندنا تشكيلة الأشبان اللي هي متعودين عليها. الله انا احب هذه الاشياء والله احبها. هذه شكلها بالزعتر الجبنه. خلينا ندوق. ايوه هذه تفوز، هذه بالزعتر. لخبطها كده شويه بالدقه كده. كيف يا بيي؟ والله انا يا جماعه الخير متعود انه لما كنت اروح المدينه لبن الزبادي وشويه الدقه كده مع الشريك، فهذه تذكرني فيها صراحه. والله مره ثانيه صح. جيب جيب جيب. معلش قطعه. هذه انا اعرفها ايش هي صح. ماني متذكر اسمها بس اعرف الطعم. مشطشطه شويه لذيذه مره طعمها. هذه مره يفوز. ماما حجيب لك المخلل ده، امي مره تحبه. واو. جاتني فكره نسوي حبه زي كده وحبه زي كده. الله يلا فك خلينا نحلي ونمشي. فك 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 خلينا نحلي. مربوطة. طب نرجع لكم. والله الصراحة كبينا الصحن ذاك هنا صح؟ خلاص لخبطوه كذا. هذيك مشطشطة وهذه باردة. من اول ما طلعت الحين رايحه. الحين قاعد تفتي صح؟ لا والله مره ثانيه الحين قاعد تفتي. لا انا ما نفسها مش كان عليها الخلطه. ايوه طيب طيب يلا نجرب. في اشياء بس تلمس لسانك تعرف النكهه، بس تلمس لسانك. اوه بالعافيه بالعافيه. يوم دحين احط لكم انستغرام والرقم. جماعة بسرعة. ايش في؟ بسرعة سوينا خلطة. بسرعة بسرعة خذوا وسط شريك. خذوا خذوا بسرعة بسرعة بسرعة. والله والله ما هو مقلب، والله ما هو مقلب، والله انه لذيذ. ايش ايش واو. ربي ايش خيال. واو. والله ايش خيال. عليه زين دقة. الله. راح شط. ايوه في شويه شطه، في شويه شطه، في شويه شطه بس ما يحلى. انا اكلتها حلوه لذيذه. واو. اخر شيء الحلا. انا الصراحه مسوي تحدي حلا اليوم، ما في اكل اي حلا بدون رايكم. مع اني انا مره احب اللبنانيه هذه اللبنانيه 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 اللبنانيه. معليش عاد اوه طريه. حاخذ بصل صغير سعس. ممكن اخذ البوكس ده؟ بالعافيه. لا فيك يا قلبي. خلاص قالوا سامة يا شباب. قالوا سامة. قالوا سامة. سامة الشركاء المحدودة.
جماعة تشكيلة العيد من كومو جيلاتو. هذا بلا روزا، هذا بلا روزا شيء بطل اللعنة والله. لا خلصت المانجا انا، معلش سامحني. خذ هذه لا استنى استنى وريهم هذا بالترمسو وهذا بالبستاشيو. شوف كيف، شوف انا شوف في غيرها. هذه ترى ناقص 30% تحت الصفر. ايش قلت انا؟ واو ناقص 30% تحت الصفر. والله حلوه هي، شوف ما تصيح. يا ويلي ويلا، يا ويلي ويلا. بكرة في العيد. لا 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 ضايقونا طرفنا. انت انسان غريب اقسم برب الكعبة. وريك شيء يعني التيك توك معروف، انت كل ما تتفرج حاجة ولا تسوي شيء لايك لشيء يطلع لك زيه. طب احلى شيء هذه الاشياء تطلع لك انت. ايوه اوريهم. ها في اشياء ثانيه بيطلع لك، ممكن اوريهم. شو بيطلع لهم؟ شوف مش يطلع لي. غيرت والله، غير والله، غير والله. انت مريض، انت مريض. جماعه الخير، اللي يجي شريمب نيشن لازم يجرب الخلطه دي. جرجير، رز، سمك، صوص التارتار، وصبوا عليه ليمون. هذه خلطه لازم تطلب كل المنتجات لحالها. وربي تفوز تفوز. واو جديد جديد جيلاتو موستيكا. ميستيكا ميستيكا ميستيكا. هذا الدخل ياكله؟ ايوه عادي من كومو. واو. حتى التمر بالميستيكا. يا ويلي ويلي، وش ذا الزين وش ذا الشماغ. والله لذيذ. اي عارف. لا والله هذا حبة بالتمر مرة لذيذ. يا ويلي ويلي، ستيك. اول واحد هناخده مع المشروم صوص. ثاني واحد مع الجرافيتي صوص. يا ويلي ويلا، لا هذا صوته غريب بصراحة، صوته غريب. اوكي معلش معلش، سامحه بالعقال بالعقال بالعديله بالعقال. شوفوا اللوك يا جماعة، شوفوا الجرافيتي كيف، شوفوا الألوان، يا الله.